ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لكي تبني بيتا أنت بحاجة إلى أمرين، أنت بحاجة إلى مواد متماسكة تستطيع أن تكون مع بعضها لكي تحافظ على البناء ولا تنهار قبل أن تكمله، وأنت بحاجة إلى أن تبني حجرا على حجر وجدارا فوق جدار وغرفة إلى جانب غرفة حتى يكتمل البناء. كما في البناء كذلك في بناء مجتمع سليم، أنت بحاجة إلى ما يشد بعض الناس إلى بعض، إلى تلك القواعد، إلى تلك الأصول، إلى تلك البرامج التي تجعل الناس متماسكين، تجعل الناس يتعاونون فيما بينهم، ومن ثم يحصل المجتمع على شيء متماسك. لأن من دون الترابط، من دون التماسك، من دون التعاون، لا يمكن أن نبني حضارة، يمكن أن نبني عائلة صغيرة، قبيلة، لكن بناء الحضارات بحاجة إلى تعاون الكثير من الأيدي، وأن يكمل بعض الناس بعضا. العلوم التي بأيدينا اليوم هي نتاج ألوف من الناس، هذا تقدم في جانب، ثم جاء الثاني وكمل، ثم الثالث وكمل ما كمله الثاني، وهكذا. وإلا ما في إنسان واحد يأتي بكل هذه العلوم الموجودة في مجال الكيمياء، في مجال الفيزياء، حتى في مجال الرياضيات. مر على الناس زمان لم يكونوا يعرفون أن هنالك عدد أكثر من 1000، قصارى ما كان يمر في باله أن 1000 نهاية الأعداد. حينما فتح المسلمون إيران وحصلوا على بعض المغانم، أحدهم حصل على سجادة يدوية غالية جدا، كانت من تراث الملوك، فرآه إيراني آخر قال: بكم تبيعه؟ قال: أنا ما أعرف سعره، أنت قول سعر. قال له: 1000 مثلا، 1000 دينار. قال له: خلاص اشتريته. فباع ب1000. يوم اللي راح جاه واحد قال له: هاي السجادة جدا غالية، ليش بعتها رخيصة؟ قال: لا، بعتها ب1000. قال له: أكثر من هذا يسوى؟ قال: لو كنت أعرف رقما أكثر من 1000 لقلته له. أنا فكرت هذا نهاية العدد. يعني حتى الرياضيات فهي ليست نتاج عقل شخص واحد، كيف ببقية العلوم؟ أنت حينما ترى بناية بسيطة من طابقين، تعرف كم نوع من الشغل في البناء استخدم؟ اليوم يقولون أن المدن التي فيها حركة بناء، الاقتصاد مال هذه المدينة اقتصاد جيد، زين، يتقدم. ليش؟ لأن 300 نوع وصنف من الناس يتعاونون حتى تقوم بناية من طابقين، يعني البناء والنجار واللي يشتغل بالحديد واللي يشتغل بالزجاج
وإلى آخره 300 شغل يرتبط بالبناء. فإذا رأيت بناية في مكان ما فاعلم أن 300 صنف من الناس تعاضدوا وتعاونوا حتى قام هذا البناء. المجتمعات وبناؤها بشكل سليم تحتاج إلى أكثر من قضية بناية من طابقين، ولذلك نحتاج إلى تلك الأصول وتلك القواعد وتلك البرامج والمناهج التي تجعل الناس يتماسكون كما تتماسك مواد البناء. الأمر الثاني أن نبني حجراً على حجر. شوف، احنا كثيراً ما نتحدث عن وحدة الكلمة. وحدة الكلمة هدف لابد أن نسعى إليها. الإنسان بطبعه يحب أن يكون أناني، يعني يهم مصلحته، يهم نومه، أكله، شربه، هاي الأشياء تهمه. فلذلك الوحدة، وحدة الكلمة أو الحد الأدنى من التعاون بحاجة إلى جهد مشترك يبذله كل الناس حتى يستطيعون أن يتعاونوا فيما بينهم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني، نحن بحاجة إلى إبعاد تلك العوامل التي تمزق المجتمعات، مثل ما نبعد المواد اللي تخرب البناء. لكي تهدم البناء أنت عندك طريقين: طريق أنه تهدمه حجرا فحجر كما بنيته حجرا فحجر، وهذا ما يحدث الآن. إذا تشوف البناية يردون يهدموها يبدأون من فوق، الطابوق اللي فوق، الجدار اللي فوق السطح، يبدأون من هناك يهدمون يواش يواش مثل ما بنوا من تحت، يهدمون من فوق حجر فحجر، جدار فجدار، غرفة فغرفة. يمكن أيضا هدم البناية مرة واحدة كما يحدث اليوم، أن يضعوا مواد متفجرة في البناء وينزلون البناية كلها مرة واحدة، أو يرمونها بقنابل من الطائرات يهدمون البناية مرة واحدة. المجتمعات أيضا كذلك، يمكن أن تنفصل المجتمعات فيما بينها خطوة فخطوة، خلاف بسيط بين اثنين يتحول إلى خلاف بين عائلتين، من خلاف بين عائلتين إلى خلاف بين عشيرتين، من خلاف بين عشيرتين إلى خلاف ما بين دولتين، إلى قيام الحروب وتمزق تلك المجتمعات. البدايات بسيطة ولكن تنتهي إلى نهاية ذلك المجتمع. أو أحياناً لا، كلمة واحدة تهدم مجتمعاً بأكمله، تهمة واحدة، كذبة واحدة يمكن تهدم مجتمع بأكمله. وهذا أيضاً حدث في التاريخ البشري كثيراً، أن بعض المجتمعات كانت تنتحر. مثل ما الإنسان الواحد ينتحر، أحياناً مجتمع ينتحر، أحياناً حزب ينتحر، أحياناً قبيلة تنتحر، أحياناً حضارة تنتحر بأكملها. الله عز وجل في قرآنه في كتابه يقول: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. القاعدة إذا أنت شريتها البناية تتهدم، لأن البناء قائم على قواعد. شوف بناية ضخمة 100 طابق، بالنتيجة الأساس عبارة عن أحجار صغيرة، يعني فتح حجر حجرين ثلاثة، بالنتيجة هذا البناء قائم على، صحيح مو كل هاي البناية الثقل على هذا الحجر، إنما الثقل في الأرض، لكن بالنتيجة لو أن أحدا استطاع أن يهدم الأحجار الأولى فهذه البناية تتهدم. من عوامل تمزق المجتمعات وانتحار الحضارات أشياء يعتبرها الناس بسيطة لكنها مدمرة، مثل سوء الظن، مثل التجسس، مثل الغيبة. أنت ترى هذه الأمور قضايا بسيطة، واحد كان يغتاب قلنا له هذه غيبة، ما في داعي تستمر في كلامك، قال زنيت، قل له لا، قتلت، لا، سرقت، لا، لا، سوي غيبة، يعتبرها بسيطة، أنه لا سرقة لا قتل ولا الزنا. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بالنسبة إلى الغيبة أن الغيبة أشد من الزنا. ليش؟ لأن الزنا بين العبد وبين ربه،
رجل وامرأة متفقين بيناتهم على ممارسة العمل الجنسي من حرام، ما في تجاوز على حق أحد، هذا ذنب كبير طبعا مو ذنب صغير، لكن بين العبد وبين ربه، إن تاب منه تاب الله عليه، لكن الغيبة لا يتوب الله عليه ولا يغفر له ذنبه إلا إذا غفر له صاحبه اللي اغتابه. احنا نشوف الأشياء صغيرة لكن هي مثل السوس، السوس أيضا صغير، أحيانا تجد، أنا شايف مزارع النخل تمر، النخلة باسقة جذورها في داخل الأرض تبقى أكثر من 30 عاما وربما 100 عام بعض الأوقات، لكن أحيانا يدخل سوس في جذور هذا النخل، وإذا هذه النخلة تبدأ تموت، النخلة الثانية تنعدي من عدها، الثالثة الرابعة، مزرعة بأكملها النخل كله عبارة عن جذع جذوع مو أكثر من هذا، بسبب تلك الحيوانات البسيطة الصغيرة التي قد لا ترى بالعين. سوء الظن والتجسس والغيبة، الهامز اللامز، هذه القضايا التي في أعيننا صغيرة هي مثل السوس التي تؤدي إلى هدم المجتمعات، مجتمع يتهدم. زين الغيبة اللي آيات ربنا يقول ولا يغتب، أمر صريح قوي، ولا يغتب بعضكم بعضا، تسوي غيبة، أقل شيء أن من يغتاب أحل ما حرم الله. بعدين ماكو فرق، فرد واحد يحل ما حرم الله، يحل القتل، إراقة الدم الحرام يحله، أو الزنا أو شرب الخمر أو الغيب، مو بس أحله بالفتوى، مارسه عمليا بالفعل، مارس أنه أحل ما حرم الله. ما هي الغيبة؟ بسيطة المسألة، الغيبة أن تذكر عن أخيك ما لا يحب أن يعرفه الناس، يمكن ذنب، يمكن مرتكب خطيئة، يمكن مرتكب كبيرة من الكبائر بس ما حد شافه إلا أنت، تجي تنشر بين الناس وهو لا يرضى بذلك. مرة فرد واحد متجاهر، هذه مسألة مختلفة، مرة فرد واحد أخفى ذلك الأمر وأخفاه الله عليه، أنت شنو شغلك تجي تكشف للناس وتقول عنهم؟ تذكر أمور إلى ربط بتاريخ الفرد، يوم من الأيام كان الشاب نزق ارتكب حراما، تاب من هذا الأمر خلاص، تجي تقول هذا في شبابه كان يفعل كذا وكذا. ذكرنا لكم أن الذين كانوا في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا كفار في السابق، ومعنى كفار يعبدون الصنم ويزنون ويشربون خمر ويرتكبون كل المحرمات، يوم اللي أسلموا تغيرت حالتهم. إذا واحد يجي يذكره بأيام الجاهلية، لا هذا ما يجوز شرعا. فأن تذكر أخاك في غيبته يوم اللي ما يكون موجود، ما لا يرضى عنه ولا يريد الناس يعرفون، هذه بداية هدم العلاقة ما بينك وبينه. تقول زين خلي أنا مع فد واحد مو زين، زين مع هذا ومع ذاك ومع ذاك ومع ذاك، المجتمعات شلون تتهدم؟ شلون البناية تتهدم كما قلنا؟ شلون النخل يسقط ويموت؟ كل ذلك بسبب أمور صغيرة أنت تراها صغيرة وهي من الكبائر، هي من الكبائر مو من الصغائر. خب قضية ولا يغتب بعضكم بعضا، ربنا بعض الأوقات يذكر نهي أو أمر ويمشي، بعض الأوقات يضرب مثال، هذا المثال له قصد في ذلك. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أخوه مات، أخوه الإيماني، أخوه الديني، أخوه من أبيه وأمه، هذا ميت روحه ما موجودة بس جسده موجود، يجي يأكله، يعني شلون بشع هذا الأمر؟
صراحة أنت تصور شخص ما كان حيا بين الناس، بمجرد أن غابت روحه وخرجت من جسمه طاحوا عليه، هذا ده يأكل إيده وذاك ده يأكل رجله وذاك ده يعض أنفه وذاك ده يعض شو اسمه أذنه، شال بشاعة. هذا الذي أكل لحم أخيه ميتا مكرهتموه، أولا ما ينفعك، يعني هذا الأكل لحم الميت مو ما ينفعك، يضر بك ميكروبات فيروسات، الميت نجس ليش إلى أن يغتسل ويكفر إلى آخره، لأنه مات بسبب شيء، بسبب مرض، ما بسبب ميكروب فيروس مرض يمكن تنعدي من عنده إذا أكلت لحمه، فهو لا ينفعك بل يضرك. الغيبة أيضا كذلك، الشخص غائب مثل ما الروح هذا الجسد كانت غائبة فأكل من جسده، هو غايب دياكل شخصيته مو شخصه، هذا كان دياكل لحمه جسمه، هذا دياكل روحه ديمزقه ديهدمه. ذكرنا أنه ليش بعض الروايات عندنا إذا واحد عمل غيبة يمكن كل أعماله صالحة تروح من عنده أو تحبط أعماله، لأنه ذاك تعبان إلى أن بنى الثقة في المجتمع، والناس يشتغلون على ثقة الناس بهم على ماء وجههم، يعني الزواج على ماء الوجه، التجارة على ماء الوجه، العلم على ماء الوجه، كل شيء على ماء الوجه. إذا فرد واحد ما يوجه ما عنده، الناس ما يثقون به، ما يشترون من عنده، حتى في مقابل أن يحصلون على كيلو سكر ما يروح عليه إذا عرف أن هذا رجل مو جيد. مثل ما الناس تبتعد عن المصاب بمرض الإيدز يشردون من عنده، هذا الثقة أنت هدمت بكلمة من عندك، بجملة من عندك، بغيبة من عندك، هذه مثل أنه تهدم بناية بأن تفجرها من أساسها، فجرت الثقة اللي عند الناس بهذا الشخص، لذلك كل أعمالك يمكن أن تحبط أو تروح يم، كما سننقل رواية في هذا المجال. أساساً الغيبة كم طرف فيها؟ ثلاث أشخاص: الذي اغتابوه المغتاب، والذي قام بالغيبة، والذي سمع، ولا واحد وحده بالحمام خو ما يغتاب أحد، إنما يغتاب أمام الناس أمام آخرين سواء فرد واحد أو مجموعة. الإسلام يعالج كل هذه الأمور. أولاً يقول لك يا هذا اتقوا مواضع التهم، لا تروح فرد مكان يمكن يتهموك. أنا شفت مرة في بيروت أحد العلماء، أنا كنت هذا الطرف من الشارع ذاك كان ذاك الطرف، شفته ده يركض تعجبت، بعدين طالعت شفت فوق السينما، فوق رأسه علامة سينما ومخلين صورة فرد مرة، عرفت إلا حق، لأنه إذا يواش يمشي وطالع هاي الصورة وفرد واحد يجي يصوره يقولون باكر هذا كان ده يروح إلى هذا الفيلم يريد يشوفه مثلا أو طالع من السينما. اتقوا مواضع التهم، تخلي نفسك في مكان ما اللي الناس يغتابوك. اثنين: رحم الله من جب الغيبة عن نفسه، الله يرحم ينزل رحمته على ذاك الشخص اللي يبعد الغيبة عن نفسه. شلون يبعده؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واقفا عند العتمة، عتمة يعني بعد الغروب، سابقا في الشوارع والطرقات كهرباء وطلوبات وأنوار ما كانت هذه الأشياء، عند العتمة في شارع في مكان ضيق واقف النبي مع امرأة، فمر كما ينقل الجماعة، فمر أبو بكر وعمر مروا من يم النبي وراحوا، النبي ناداهم تعالوا تعالوا، رجعوا ها يا رسول الله هذه عمتي صفية، ترى هي عمتي يا رسول الله أنا أتهمك؟ قال أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في عروقه. شيطان يمكن إيه؟ يمكن إيه؟ فجب الغيبة عن نفسه، وضح القضية. أحيانا شخص يتهم ما يجي يقول يا أبو ترى هاي التهمة مو صحيحة، على الأقل ينكرها،
بمقدار ما تستطيع أن تجب الغيبة عن نفسك، بمقدار ما تحصل على رحمة الله عز وجل. رحم الله من جب الغيبة عن نفسه. هذا بالنسبة للشخص المغتاب الذي اغتابوه. أما الذي يستمع إلى الغيبة، هذا اللي يستمع مع أن دوره ثانوي لكن في الحقيقة دوره أساسي. لذلك سرح نقرأ لكم في الحديث أنه اشجد الذنب اللي يرتكبه. ليش؟ لأنه لولا أن يكون هنالك من يستمع ما كان من يتكلم. إذا أنت قاعد تفرد مكان شفت واحد يريد يغتاب، خليت أصابعك في أذنك يسكت، هو مو مجنون يتكلم مع واحد ما دا يسمع له. أو قمت من مكانك ومن المجلس رحت، أو دافعت عن صاحبك، ظاهر الأمر المجرم الحقيقي اللي يرتكب الغيبة، لكن هذا دوره أساسي. لذلك حرمة الغيبة حرمتان: أن يغتاب الإنسان أخاه أو أن يستمع إلى غيبته. المستمع للغيبة أيضا يرتكب ذنب وخطيئة. وأما بالنسبة للذي يغتاب، هذه قضية حقيقة لازم شوية نعرف الروايات التي وردت، لأن النبي والأئمة الطاهرون يتحدثون لنا عن عالم الغيب وعن العاقبة. أنا يمكن أقعد وأتكلم حول فرد الذنب من الذنوب، أقول هاي نتيجة هذا الذنب، ما معلومة النتيجة هي نفسها. لكن النبي حينما دا يتكلم عما سيحدث في المستقبل، دا يبين حقيقة، هذه الحقيقة ستقع بالنسبة إلى الفرد الذي يرتكب الغيبة، ما يرتكب بالمستقبل، بالعاقبة، بأيضاً ما يلي. هذا الحديث. الغيبة شلون تجي؟ شخص يجي يتبع عورات المؤمنين المسلمين، يعني الشيء اللي هو مغطي عليه، هذا يسمى عورة. يتبع عورات المسلمين، يكتشفها، يجي ينقلها. النبي يقول شيء بسيط: الدنيا شنو؟ دكا دكا. لا تتبعوا عورات المؤمنين، فإنه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عوراته. الله أقوى من عندك، وكل قضاياك يعرف، نيتك يعرفها، رمشة عينك كم يعرفها، همزة كم يعرفها، غمزة كم يعرفها، لمزة كم يعرفها، شو الكلام اللي وين قايل في الخفاء يعرفها، شو اللي مرتكب من جرائم يعرفها. إذا أنت اغتبت مؤمنا وهو غائب وتتبعت عوراته وعثراته، رب العالمين يتبع عوراتك. زين، إذا اتبع عوراته شو يصير؟ ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. لتقول أنا ضام العورات مالتي، الله يفضحه ولو في داخل بيته. لا تروح وراء عورات المؤمنين وعورات المسلمين. الغيبة من جملة أسباب حرمة الغيبة صراحة أن شغل من لا شغل له، عمرك تيضيع. فلان طويل، فلان قصير، فلان عمل فلان شيء. أولاً أنت شنو؟ في عليك بالموضوع؟ ثانياً هذا عمرك دا يروح. يعني لو كشفت عن عورات جميع المؤمنين وعن عثراتهم جميعاً وعن أخطائهم جميعاً، أنت وين؟ أنت شوية راجع لي وراء، ما متقدم في مجال. هالوقت اللي صرفت في هذه الأمور صرف على المطالعة، على الاستماع، على علم اتعلم، لغة اتعلم، شيء من هذا القبيل تضيع عمرك. وشيء آخر: من مات تائبا من الغيبة. من عندنا ما مسوي؟ الآن توب بينك وبين ربك، استغفر ربك. من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، يعني من أواخر يدخل الجنة لأنه تاب، والله تواب رحيم، لكن آخر من يدخل الجنة. ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. إذا بقى مصر على الغيبة أول واحد يروح النار، من أوائل يعني. إذا تاب آخر من يدخل الجنة. الغيبة، النبي يقول الغيبة حرام على كل مسلم، وإنها لتأكل الحسنات ك
كما تأكل النار الحطب. هاي حسناتك كلها تتآكل، كلها تحترق. ايش قد تعبت على نفسك حتى سويت حسنات؟ صلاة، صيام، حج، زكاة، هذه كلها بغيبة خليتها تطير وتتبخر. يؤتى بأحدكم يوم القيامة ويدفع إليه كتابه. يجي في الواحد يعطونه الكتاب ماله، طالع الكتاب صفر بياض، ماكو أعمال صالحة. فيقول إلهي هذا كتابي؟ الملائكة مشتبهين، كتاب خلد واحد ثاني مطين بيدي، فإني لا أرى فيه طاعتي. فيقول له ربنا، يقول إن ربك لا يضل ولا ينسى، ذهب عملك باغتياب الناس. هذا عملك كل طاع بسبب اغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر، هذا الآخر محظوظ، فيؤتى بآخر فيرى فيها طاعات كثيرة، وهي أعمال ما مسويها. صلاة الليل ما كان يصلي، كان كبيرة صلاة الليل، صلوات مستحبة، سهر في سبيل الله. فيقول إلهي ما هذا كتابي؟ إذا ليش يقول؟ إذا واحد من عندنا جت وثيقة من البنك أنه مليون دولار بحسابك، يضمها، مليون دولار بالغلط جاي بحسابي، لكن هذا ليش يقول؟ لأن هناك اليوم ينفع الصادقين صدقهم، هناك ما يقدر يكذب، يخاف رب العالمين يريد امتحنه. فيقول إلهي ما هذا كتابي؟ فإني ما عملت هذه الطاعات. فيقول له الله إن فلانا اغتابك فدفعت حسناته إليك. محظوظ. فرد واحد كتب للشيخ البهائي أنه شيخنا سامحني أنا هواي اغتبتك. فالشيخ البهائي كتب له أنا أشكرك جدا لأنه حملت سيئاتي عني وعطيتني حسناتك. يقول النبي يوم من الأيام إجا إلى أصحابه قال أتدرون من المفلس؟ مفلس يعني شنو؟ من هو؟ قالوا المفلس عندنا من لا درهم له ولا دينار ولا عقار، لا عند ملك، لا عند دينار ولا درهم. النبي قال المفلس من أمتي، مو هذا، هذا فقير. المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، صلي وصيام، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وضرب هذا، فيعطى أو فيعطي، فيعطى هذا من حسناته. مغتاب واحد من هذا شالوا شوية حسنات أعطوا، ضارب واحد ما ماخذ ما متسامح وياه شوية من حسناته، حسنات هذا وحسنات ذاك، فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، مو اللي فلوس ما عنده، هذا المسكين اللي خسر الدنيا والآخرة، تعب وصلى وصام وزكى، بس كل هاي الحسنات وخرها بقضايا يعتبرها بسيطة. مشكلتنا هذه، ترى شوفوا أي صغيرة، أي صغيرة تراها صغيرة تتحول إلى كبيرة. يعني أي ذنب، من استهان بذنب، يعني قال هذا مو شيء، مثل ما قلت، قال لا سرقت، لا قتلت، لا زنيت، استهان بهذا الذنب، هذا الذنب يتحول إلى كبيرة من الكبائر. الغيبة أسرع إلى دين الرجل من الأكلة في جوفه. أنت يوم اللي تأكل الأكل بعد كم ساعة هذا الأكل انهضم وراح. هذا الغيبة تهضم الدين، توديه، توخره. زين، حرام علينا نغتاب؟ طبعا. حرام علينا نسيء الظن؟ طبعا. حرام نتجسس؟ طبعا. بس عندنا موارد يجوز الغيبة، كما قلنا أن هنالك موارد لا بد من إساءة الظن، أن نسيء الظن بأنفسنا، نسيء الظن بإبليس. إبليس يجي في صورة الصديق، لازم جماعة معينة نسيء الظن بهم، العدو لازم نسيء الظن به. أكو موارد الغيبة جائزة؟ نعم، في الاستشارة، إذا واحد جاي يزوج بنته، جاي فرد واحد ما يعرفه، فأجي عليك أنت تعرف هذا الولد مو خوش ولد،
عند بعض الذنوب بعض الخطايا أخلاقه مو جيدة مثلا، فأجي استشارك شو تقول بالنسبة إلى هذا الولد؟ ليش؟ لأنه جايين خطاب البنتي. لازم تقول، لازم تقول لا مو خوش ولد، يعني لازم تخلي نفسك مكانه. إذا جاي إلى بنتك الزوجة، ولا أنا مرة استشرت واحد في قضية زواج، في الحقيقة الطرف الآخر قالوا لي إلي أنه أنت هل تزكي هذا الولد؟ قلت أنا ما أعرفه، بس أعرف واحد اللي يعرفه. اتصلت بتليفونيا قلت له فلان شلونه؟ قال لي ليش؟ قلت له جايين خطابة إلي، عد واحد من اللي قريبين إلي، فالجماعة قالوا أنت زكي. قال خوش ولد. قلت له حجي لو جايين على بيتك تزوجه؟ قال إيه. قال لي يا زوج هذا صحيح. أنت شوف ما تعرف قل ما أعرف، لكن إذا تعرف وجاءك مستشارا لازم تقول. هنا مو مجال تقول ما أقول لأنه غيبة. أكو عندنا أحيانا تفاضل ما بين القيم، تفاضل ما بين القيم، قيمة الحرية وقيمة الصلاح. أحيانا لازم تسلب حرية فرد واحد لأنه ده يفسد، يفسد. فالواحد شايل السلاح يريد يقتل بالناس، وتصادر السلاح من عنده، السلاح ملكي تمنعني أنا حر، لا أنت محر. هنا الحرية أكو تفاضل، مصلحة الناس وحياة الناس لها أفضلية على مصادرة حرية هذا الشخص. إحنا عندنا أيضا في جانب السلبي، جانب المحرمات، أيضا عندنا تفاضل. مثلا فرد واحد يريدون يعينه، فرد واحد يريد يوظفه في موقع مهم، تاجر يريد يعين واحد أمين الصندوق. أجي استشار من عندك، أنت تعرف هذا مو أمين، هذا خاون، لازم تقول له. مو أنه تقول لأنه غيبة أنا ما قلت له فيعينه، ومن ثم يصير غرر بالنسبة إلي. بعد في القضاء، عند الشهادة في القضاء عند القاضي، أكو حادثة قتل سرقة وأنت تعرف، هنا لازم تشهد. ما يجوز تقول غيبة وما أشهد. بعد مع الظالمين، فد واحد ظالم قاتل طاغوت ده يهدم وطن بأكمله، فأنت ما تغتابه ما تحكي عليه تقول هاي غيبة. أنا شايف مرة فد واحد من جلاوزة الطاغوت كان متكلم، شلون يتكلمون على صاحبنا وهم يحرمون الغيبة؟ احنا نحرم الغيبة إلا بالنسبة إلى الطاغوت. هذا بالنسبة إلى الطاغوت لازم نسقطه في المجتمع، وأنا ما نحكي عليه حتى يستمر في ظلم الناس. وبعد من موارد أن الغيبة جائزة وربما واجبة، بالنسبة للشخص اللي مو عادل، فد واحد يريد يروح يشهد وإحنا نعرف هذا كذاب، لازم نقول للناس ترى ديروا بالكم، جاي يريد يشهد في قضية الهلال وإحنا نعرفه كذاب. فإذا إحنا قبلنا شهادته بكرة نقول عيد أو نقول أول رمضان ونصوم على كلامه أو نفطر على كلامه، وأنا أعرف أن هذا مو عادل فلازم نبينه. لرد ادعاء المدعين، جاي فرد واحد يقول أنا طبيب وأنا دارس في جامعة هارفارد مثلا أو السوربون أو أكسفورد في بريطانيا أو في أي دولة، وأنت تعرف هذا أصلا ما دارس في الجامعة، لازم تقول للناس. هذا مو مجال أنه تسكت، الناس رايحين عنده على أساس طبيب هو مو طبيب، أو يقول أنا مجتهد الناس يقلدوه، أنت تعرف أن هذا مو مجتهد. اللي يرتكب المحرمات فاسق، شوف الطماطة الخايسة شو تسوي؟ تخيس كل الصندوق، ما شكل. فرد واحد فاسق فاجر لا غيبة له لهذا الفاسق الفاجر. أذكروا حديث، أذكروا الفاسق بما فيه لكي يحذره الناس، حتى الناس ما يتقربون إليه، يرحمكم الله لا يتقربون إليه. الفاسق أذكر بشر. ثم ربنا يقول واتقوا الله. أنت ليش في حضور الشخص متقول؟ لأن خايف من عنده، ما شكل زين. إذا هو موجود ما موجود، ربه موجود. لذلك ربنا مباشرة يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. احسب حساب الله موجود إذا كان صاحبك ما موجود. واتقوا الله.
إن الله تواب رحيم. زين احنا اغتبنا سابقا عن النغيبة، شو نسوي لهم؟ أولا نتوب ولا نعود، وثانيا نستغفر لصاحبنا. واجب أروح أقول له أنا اغتبتك وقلت فيك ما قلت؟ لا مو واجب، للعلم مو واجب تروح تقول له. أحد الأسباب خطية الذئب، يعني يوم اللي يجي واحد يقول أنا اغتبتك وحكيت عليك وسبيتك شتمتك ويتأذى، ليش تأذي؟ استغفر له، هذا واحد. اثنين، إذا كان شيء ما أسقطت من ثقة الناس به ومن شخصيته، حاول عند الشخص اللي استمع إليك، اللي استمع إليك تروح تقول له ترى هذا الكلام اللي قلت سامحني، هذا الكلام ما كان صحيح مثلا، وأنا اغتبت وهذا أمر غير صحيح. الرواية اللي النبي يقولها عن موضوع الغيبة أيضا، من اغتاب امرأة مسلما جاء يوم القيامة يفوح من فمه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف، فإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم الله. الرواية المهمة هنا، ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها فيها في مجلس فردها عنه. واحد يجي يغتاب شخص ثاني، انت رديت قلت لا هذا كلامك مو صح، او قلت ما في داعي هذا الكلام تقوله، احنا نعرفه بصفاته الحسن. ومن تطول على أخيه في غيبة سمعها فيها في مجلس فردها عنه رد الله عنه ألف باب من السوء في الدنيا والآخرة. الله يرد عن هذا الشخص اللي دافع عن المغتاب، فإن هو لم يردها استمع وشوية هم ضحك وهالشكل محرك راسه وهو قادر على ردها، كان عليه كوزر من اغتابه 70 مرة. قلنا هذا دوره ظاهرا ثانوي لكن حقيقي، لأن كان دا يسمع، لولا أنه استمع ذاك ما كان يستمر في غيبته. يضربون وزر هذا الشخص اللي اغتاب فيه 70 ويخلون على هذا اللي سمع. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.